طريقة سهلة مبسطة، غادي تسجلوا بها في شركة دي اكس ان، وغادي تكون عندكم عضوية مجانية وعالمية، واللي غديروا بها مشروع خاص بكم بمساعدة أقوى قادة دي اكس ان اللي عندهم خبرة كبيرة في مجال ديال المنتوجات وطريقة الاستعمال ديالها، وعندهم كذلك خبرة في مجال التسويق الإلكتروني والتسويق العلاقاتي. غادي يمكنكم إن شاء الله باش يكون عندكم دخل شهري محترم إن شاء الله من هذه الشركة، وهذا الشيء كامل فقط من الهاتف ديالكم. غادي تلقاو الرابط ديال التسجيل اسفل الفيديو، كليكيو عليه بهذه الطريقه وعمروا المعلومات ديالكم بالطريقه الصحيحه. ان شاء الله الفريق ديالنا غادي يتواصل معكم في اقرب وقت باش يوريكم الطرق الاخرى ان شاء الله كيفاش كنخدموا وكيفاش غيكون عندك الصالير ويكون عندك الفريق ديالك التنتيه. اول حاجه ملي كتكليكيو على ذاك الرابط غادي يعطيكم مباشره هذه الصفحه. غادي نجيو هنايا غادي نعمروا الاسم العائلي ديالنا، الخانة الثانية الاسم الشخصي ديالنا، الخانة الثالثة تاريخ الازدياد ديالنا، هنا البريد الالكتروني الا عندكم، الخانة الثالثة الخانة الاخرى كنديروا فيها الرقم الهاتف ديالنا او الواتساب من الاحسن يعني باش ندخلكم معنا الجروب ديال الواتساب باش تستافدوا. هنا العنوان الكامل ديالك اللي كتكون فيه اللي كيكون فيه الحي ديالك وكيكون فيه الشارع وكتكون فيه حتى المقاطعه ولا الجماعه ولا القياده بالنسبه للناس اللي خارج المدن، وكتكون فيه المدينه ديالك، هنا الدوله بالنسبه للناس اللي ساكنين يعني برا المغرب، حتى هما يمكن لهم باش يدخلوا معنا لان هذا مشروع عالمي. وكاين وبالنسبه للخانه الاخرى رقم البطاقه الوطنيه كما كنقول احنا في المغرب، ولا رقم الهويه بالنسبه للدول الاخرين تكون صحيحه. هنا يعني في الخانه الاخرى كتجاوبوا على هذا السؤال، واش اول مره كتسجلي في الدي اكس ان، يعني الا كان ديجا تسجلتي في الدي اكس ان كتب لينا نعم، الا كانت اول مره غادي تسجلي ديري لينا لا هنا وكليكي على ارسال ملي وصلنا المعلومات ديالك. ان شاء الله حنا راه غادي نتواصلوا معك وغادي نشرحوا لك المراحل الاخرى ان شاء الله، وغادي نشرحوا لك الطريقه كيفاش غادي تخدمي غير من التليفون ديالك وغادي يكون عندك الصالير، وهذا الشيء غادي يوريوه لك اقوى قاده دي اكس ان. حنا كنرحبوا باي واحد اي وحده من اي منطقه من اي بلاصه من اي مدينه في المغرب. مرحبا بكم وشرف لنا انكم تكونوا معنا في الفريق ديالنا.